ما حكم الشرع في كتابة آيات من القرآن أو اسم من أسماء الله الحسنى ومحوها بالماء وشربها بقصد الشفاء من مرض أو جلب منفعة؟ ينبغي للمريض أو الذي يعالج بالقرآن، يعالج المرضى بالقرآن، ينبغي له أن يقرأ على المريض مباشرة، بأن يرقيه بالقراءة، بأن يقرأ القرآن وينفث على المريض مباشرة. هذا أنفع وأحسن وأكمل، وهذا الذي كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان السلف يفعلونه. ويجوز أن يقرأ في ماء ويسقى للمريض أيضا، وبذلك ورد بعض الأحاديث. ويجوز أيضا أن يكتب القرآن على شيء طاهر من صحن أو ورق بشيء طاهر، ويغسل المكتوب ويسقى للمريض، لأن هذا داخل في الرقية بالقرآن، وقد رخص فيه بعض السلف، الإمام أحمد بن حنبل، وذكره شيخ الإسلام بن تيمية في مجموع الفتاوى، وذكره العلامة ابن القيم أيضا في زاد المعاد، وأنه شيء معروف عن بعض السلف، فلا حرج فيه إن شاء الله. نعم. بارك الله فيكم.